بما انك عم تنتقد نفسك وماشي بهالمجال، نحن عندنا احلى شيء واحد ينتقد يشوف غلطه وينتقد نفسه. بس انا مش عم بتقد نفسي انه انا زلمه بغني مهرجانات، الناس بتحب الوضوح. بس لما بتغني للعمال بتكون على القليل الناس يقولوا اه. نحن عندنا فقره اساسيه بالبرنامج لرسام كاريكاتير فنان تشكيلي مبدع من هالوطن، صايبه منيح موريس مصري، بكل حلقه له قرص، هو بكل عرس دقي دقي يا ربابا دقي عبلادي وعذابه. ايوه ايوه، شو رايك؟ بس الكلمات لمين؟ دقي دقي يا ربابا لا الكلمات هلا هذا شو هي لروميو المعد دقي عبلادي وعذابه. هذا مشاكل الوطن صح، يعني محورين بالكلام، محورها اكيد بده يلعب. فوق ارزتنا يا طير رفرف بالسلام والخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تتوقع يصير في خير عندنا بهالبلد؟ في كم واحد بس يموتوا ان شاء الله، ان شاء الله بيموتوا. بس ما منا دم، بس يموتوا موتوا تربون. بس ننطرهم، ما عملتك ما مش عم ندعي عليهم. هيدي كثير ننطرهم يا عزلهم لبرا، هيدي لو بتشك براسك ريش بالغربه ما فيك تعيش. هيدي كان يا ما كان، هو كاتبها هون بطريقه كثير حلوه، لو بتشك براسك ريش على الفتنه، على الفتنه ما فيك تعيش اكيد. كلام منطقي لانه الفتنه كثير قاسي بهالبلد. كلام منطقي وانا معه، بالارض عندي ايمان وبالجيش وطني بامان. وانت أكيد. ابن المؤسسه العسكريه. انا ابن المؤسسه العسكريه وهذا شرف كبير لإلي، وبقولوا خط احمر، بس الخط الاحمر تبعي غير تبع كثير ناس وتبع كثير فنانين، بعض الفنانين صحيح. وبعض الناس يلي بتلطوا وبيسيروا بحبوا. انا انسان تبقى رئيه الجيش ومديريه التوجيه، انا اختفى صوتي سنه ونص بس لحد هلا مش ممنوع احكي، ممنوع نفوت بالتفاصيل، بيجي الوقت بنحكي عنها. مش انا اللي بحكي، قيادة الجيش بتحكي ومديريه التوجيه. لا وان شاء الله نعمل لك حلقه خاصه، انت تستحق كل ان شاء الله. بنشوف ليش اختفى، ليش اختفى صوتي وكيف رجع صوتي. هذا الكاريكاتير الاخير شوف شو موضوع، صار لي سنين اف حزين على شعبي المسكين. هيدي عم بقولها من فوق، صار لي سنين وحزين على شعبي المسكين. عم بيراقبنا من فوق هو، لانه ايه مزبوط شعبنا مسكين. بشكر شعبنا مسكين، بشكر موريس كمان من ايده شعبنا، بس بنشكر موريس هالفنان المبدع. شو رايك بالكاريكاتيرات؟ بجننوا بالصوره والمضمون. ايه اكيد حورهم بطريقه ذكيه لانه بتعرف بس شغلته كلام منطقي. طيب شو رايك نسمع شيء هلا؟ لانه انا حسيتك اتضايقت شوي من بعض انا بس الكتب. بس احكي عن السياسي لانه انا زلمه جريء بعمل فضايح. هو يعمل انتقاد اجتماعي سياسي. انا ما بنتقد، انا بقول بقلبي. الله يخلينا الاجهزه الامنيه والله يحاسبهم كلهم اللي مخطئين تجاه الشعب، واخطأوا تجاه سمير يزبك. انتبه